سامر دنا مدير شركة الترجي كتيري. هاي صراحة تجربة جدا مميزة، نفرج الزبون والسوق القطري حشو نشتغل، يتعرفوا علينا شوي صغيرة أكثر ويعرفوا شو بنقدر نقدم للزبائن. صراحة جيد جدا، منظمين جدا، المعرض هالمرة أحسن من هذيك المرة بطريقة تنظيمه وكذا، وإن شاء الله عم يتحسن كل مرة مع المرة. هي طبيعي طبيعي لازم نكون موجودين بالسوق ونضلنا موجودين، يتعرفوا علينا العالم ونعطونا موجودين.